أحب أفراد أسرتي، وأسعد حين أكون معهم، ولكل واحد منهم محبة خاصة، وأقرب شخص لي هي أمي. أمي في الثلاثينات من العمر، متوسطة القامة، شعرها أسود، لها عينان سوداوتان، بيضاء البشرة. أمي إنسانة رائعة، هادئة ومحبوبة، تمتلئ بالحيوية والنشاط، متسامحة، رقيقة المشاعر، طيبة القلب، حكيمة وذكية، قلبها يفيض بالحب والحنان، فهي تقوم بدور المعلم والطبيب. يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أنا أحب أمي ومن واجب طاعتها واحترامها. حفظك الله يا أمي الحبيبة، وسامحيني إن أخطأت في حقك.